بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بحضراتكم في استاد الاشبال. النهارده هنكون مع حضراتكم في الجوله الثانيه من بطوله دوري الجمهوريه مواليد 2003، الاهلي امام الجونه في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. كانت الجوله الاولى انتهت بفوز الاهلي على بلديه المحله في ملعب بلديه المحله، والنهارده هنكون معاكم في الجوله الثانيه من بطوله دوري الجمهوريه مواليد 2003. في البدايه برحب بضيوف الاستوديو التحليلي، نجم الاهلي الكبير الكابتن محمد حشيش. مشرفنا كابتن حشيش. اهلا وسهلا، ازيك؟ ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله، ماشي الحال. ايضا نجم التحليل الدكتور احمد ثابت. مشرفنا دكتور ثابت. تحياتي لحضرتك وتحياتي الكابتن محمد، وان شاء الله كده بالتوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حشيش، الاسبوع الثاني في بطوله دوري الجمهوريه، كنا مع جماهير النادي الاهلي على قناه الاهلي، كان ايضا استاد الاشبال، لكن في بطوله مختلفه، بطوله 2005، والنهارده ايضا في مباراه ثانيه على قناه الاهلي على الهواء مباشره، بطوله دوري 2003. طبعا بدايه الاستوديو النهارده مع 2003، هم طبعا لعبوا اول ماتش كان مع بلديه المحله في بلديه المحله وكسبوا 1-0. النهارده طبعا بيلعبوا جون على ارض النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله نشوف عرض كويس ونتيجه كويسه، وهيبقى في تنافس بين 2003 و2005. شفنا احنا 2005 البدايه كانت رائعه. طبعا مع الاداء والسكور الكبير، نتمنى نشوف حاجه زي كده النهارده بقى مع ال 2003 اللي هي يعني الفرقه الاقرب طبعا للدرجه الاولى. فنتمنى ان شاء الله نشوف مباراه كويسه معاهم. جهاز فني طبعا الكابتن محمد شرف طبعا يعني من المدربين الكويسين. عايزين طبعا النهارده باذن الله يبقى برده بدايه على ارض النادي الاهلي كويسه، واكيد المنافسه دي ان شاء الله، لان الفرقه طبعا اتفرجت على ال 2005 وعلى الاستوديو بتاعنا، فيبقى في شويه غيره كده ايجابيه، وان شاء الله يأدوا مباراه كويسه. وزي ما اطمنا على ال 2005 نطمن على 2003 ان شاء الله. مباراه الاسبوع الثاني من دوري الجمهوريه مواليد 2003 هنعرضه لحضراتكم دلوقتي. مباريات مقامه كلها الساعه 4، وايضا من شروط اللائحه ان المباريات تقام على ملعب من النجيل الطبيعي، دي شروط المسابقه. الاهلي هيواجه الجونه النهارده في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. ايضا بيراميدز امام الاسماعيلي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، الاهلي امام الجونه، بيراميدز امام الاسماعيلي، انبي امام الاتحاد السكندري، المصري امام السد، نادي السد باسوان، غز المحله يواجه بلديه المحله وده ديربي المحله، زد اف سي يواجه طنطا، فيوتشر يواجه بتروجيت، القناه امام سموحه، والمقاولون العرب امام الزمالك، وسيراميكا كليوباترا امام طلائع الجيش. كل المباريات مقامه الساعه 4 عصرا. هقول لحضراتكم نتائج مباريات الاسبوع الاول من دوري الجمهوريه اللي انتهى طبعا بفوز الاهلي امام بلديه المحله 1-0، وكانت المباراه مقامه في ملعب بلديه المحله. الاهلي فاز على بلديه المحله 1-0، الزمالك يفوز على بيراميدز 1-0، فوز القناه امام الاسماعيلي 2-0، فوز سموحه على فيوتشر 3-0، فوز زد على بتروجيت 4-1، وفوز سيراميكا كليوباترا على طنطا 2-1، وفوز غزل المحله على طلائع الجيش 2-1، وفوز المصري على الجونه 1-0، والسد باسوان يفجر المفاجاه ويفوز على امبي 1-0، وفوز الاتحاد السكندري على المقاولون 3-2. دي كانت نتائج مباريات الاسبوع الاول من دوري الجمهوريه مواليد 2003. دكتور احمد ثابت، كان رد فاعل كبير جدا وايجابي في الجوله الاولى من 2005، واستاد الاشبال عمل حاله متابعه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي، واصبح لاستاد الاشبال جماهير كبيره وجماهير عريضه. طبعا الحمد لله بالنسبه لاستاد الاشبال هنا يعني عامل حاله كويسه، مواليد فريق 2005 كمان البدايه ب 8-0، الناس كلها تتكلم على الفرقه وان نصعد بقى الفرقه دي وصعدوا فريق اول، فدي الحمد لله برضو حاله كويسه. نتمنى النهارده ان شاء الله ان فريق 2003 يعمل نفس الحاله اللي عملها فريق 2005، بس عايزين ناكد ان دوري 2003 الاول برضو عشان الناس تكون فاهمه اللايحه بتاعه الدوري، لايحه 2003 و2005 و2007 دول الدوري بتاعهم من دور واحد. تمام، يعني ايه من دور واحد؟ يعني خلينا بس نقرا اللائحه مع الناس برضو. نقول ادي مواليد 2003 و2005 و2007 بيتم تنظيم مباراه تلك البطوله من مرحلتين، يعني احنا هنلعب الدوري على مرحلتين، المرحله الاولى من دور واحد اللي هم ال 20 فرقه، هيصعد اول 10 وال10 الاخر دول هينافسوا على الدوري، وال10 الاخر بيحددوا مراكز الهبوط. في حاله التعادل
في جميع المراحل السنية إذا انتهت مباراة بالتعادل الإيجابي أو السلبي يتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء، والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية. وده طبعا اتحاد الكورة طبق اللائحة دي. لو نستعرض بس اللائحة معانا، الاتحاد الكورة عمل اللائحة دي عشان يحسن نقطة ركلات الترجيح لما لقى أن منتخب مصر خسر من السنغال، ولقى أن في كأس الأمم الأفريقية وفي تصفيات كأس العالم، فبدأوا يحسنوا في المرحلة اللي هي المقاربة في المراحل السنية. الكرة الشاطئية كمان خسرنا أمام السنغال كان برضو بركلات ترجيح. أي مباراة في استاد الأشبال السنة دي إن شاء الله هيبقى فيها تعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح. دكتور حسن مصطفى لما مسك تولى الاتحاد المصري لكرة اليد عمل طفرة، كان من ضمن اللوائح والشروط اللي حطها حتة رميات الجزاء. لا مصر يعني في المباراة بنهدر رميات جزاء كتير، فعمل بعد كل مباراة كل فريق بيشوط 5 رميات، بدأ يحسن النقطة دي بعد ما كان عندنا عافية. أتمنى طبعا القائمين دايما بنحسن من جودة الدوريات الناشئين، إن ده في الأساس. مين يا شباب؟ طيب هيعرضوا لنا اللائحة برضو معانا على الهواء زي ما كان بيستعرضها الدكتور احمد ثابت وكان بيشرحها. هي اللائحه اخر حته فيها اللي هي متلونه مظللينها باللون الاحمر. في جميع المراحل السنيه اذا لعبت المباراه اذا انتهت المباراه بالتعادل الايجابي او السلبي يتم الاحتكام مباشره الى ركلات الترجيح من علامه الجزاء، والفريق الفائز يحصل على نقطه اضافيه. يعني التعادل كل فرقه بتاخد نقطه، بعد المباراه ركلات الجزاء او ركلات الترجيح الفرقه اللي بتفوز تاخد نقطه كانها خدت نقطتين. ده بعد المباريات اللي تنتهي بالتعادل السلبي او الايجابي. دي نقطه مهمه جدا كنا حابين نوضحها لحضراتكم. برضو هقول لحضراتكم الجهاز الفني والاداري لفريق الاهلي مواليد 2003. الجهاز الفني كابتن طبعا كابتن محمد شرف، واحد من المديرين الفنيين الاكفاء في النادي الاهلي بقاله فتره، ايضا كان متولي فريق 2003 السنه الماضيه وقدر يفوز مع 2003 ببطوله الدوري. كابتن احمد عبد الظاهر مدرب العام، كابتن خالد عثمان مدرب حراس المرمى، محمد راشد مدير اداري، علاء مامون طبيب الفريق، طه محمد مدرب احماس زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم، وعبد الحميد حسين مدلك. هم دول الجهاز الفني والاداري لفريق الاهلي مواليد 2003. طبعا بنبارك للدكتور احمد جاب الله، ده طبيب فريق 2005 اللي يتم الاستعانه بيه في الفريق الاول، واحد من الاطباء الاكفاء جدا الدكتور احمد جاب الله، وكنا وشنا حلو عليه. فريق 2005 فاز المباراه السابقه وكنا زعنا المباراه على هواء مباشره، ودلوقتي متواجد مع الدرجه الاولى. كل التوفيق للدكتور احمد جاب الله. وهو ده فعلا قطاع الناشئين، لما بيفرغ للفريق الاول مش لاعبين بس، لا كمان مدربين وايضا كمان اداريين وكمان اجهزه طبيه واداريه. ده شيء جاي. نروح بقى لتشكيل اليوم الاهلي امام الجونه. هنقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي اللي ابتدى بيه الكابتن محمد شرف. في حراسه المرمى طارق حسن، خط الظهر احمد داوود ابراهيم عبد الحكيم، وبيلعب الكابتن محمد شرف 3-4-3. خط الوسط محمد وائل، مصطفى أبو الخير، ومازن أسامة، وميدو نبيل. الثلاثي الأمامي ميدو أسامة على الشمال وأحمد أشرف على اليمين، وفي خط الهجوم عبد الرحمن شريف. كابتن حشيش، نفس الطريقة اللي بيلعب بيها الكابتن محمد شرف من فترة ومن الموسم الماضي 3-4-3، وثبت التشكيلة دي. هو حابب الطريقة دي من السنة اللي فاتت ومركز عليها طبعا، يكسب بيها وتبقى دايما يعني فاق الخير عليه. برضو ممكن تتغير، يعني ممكن تتغير اثناء الماتش على حسب برضو تحركات اللعيبه، وممكن يدي برضو يعني تحرر في الخط الهجومي مع طبعا لعيبه نص الملعب، لان فيهم برضو لعيبه بتميل للشق الهجومي زي مثلا ميدو اسامه، برضو من الناس اللي بتكمل برضو في الخط اللي قدام. مصطفى ابو الخير وميل طبعا يبقى ديفندر ثابت قدام المساكين. محمد وائل برضو بيكمل من ناحيه اليمين. شرف من اللعيبه من المدربين كويسين قوي الحقيقه، اللي يعني له خبرات كبيره جدا جدا، بيحافظ اللعيبه بشكل كويس، بيحافظ اللعيبه وبيدي اللعيبه الثقه، وان شاء الله هنشوف طبعا الاداء بتاعه النهارده. انا بس عايز اقول حته كده صغيره في عجاله موضوع ضربات الجزاء ده. اللجنه الفنيه في اتحاد الكوره قعدت تفكر ازاي يعني يركزوا على بعض المهارات اللي هي ممكن نكون بصفه عامه يعني لعيبه مصر مفتقداها شويه.
هي حته ضربات الجزاء كذلك كانوا فكروا في حاجات برضو يا احمد تانية بالنسبه للجوان اللي هي بتاعت الراس والتسديد من بره المنطقه، بس لقوا ان مش معقوله ايه عارف ازاي تاخد الدواء كله في مره واحده، فهم ابتدوا بمهاره يعني ضربات الجزاء، وبعد كده ان شاء الله برضو هيضيفوا الحاجات التانية ضربات الراس من الكره العرضيه والتصويب من بعيد يعني. تمام، اقول لحضراتكم دكه بدلاء النادي الاهلي النهارده في حراسه المرمى ادهم سيحه، اسلام عبد الله، عبد الجواد، عبد الرحمن، يوسف شريف، احمد طعيمه، عبد الله زيدان، علي نادر، سمير محسن، ومحمد حمدي ميسي، ده احتياطي النادي الاهلي. دكتور احمد ثابت، عندك تعليق على تشكيل الكابتن محمد شرف النهارده؟ طبعا، اول حاجه التشكيل زي ما احنا قلنا 3-4-3، في حراسه المرمى طارق حسن، هو طارق حسن هو كان اللي يعتبر كان الحارس الثالث، فالنهارده بياخد فرصه، ليه؟ لان مصطفى مخلوف مع الفريق الاول، وادهم سيحه لسه راجع من اصابه، كان عامل عمليه في ايده. فالنهارده طارق حسن بيدخل، النهارده ان شاء الله تكون فرصه ليه كويسه ان هو يبان للناس. الثلاثه المساكين عبد الرحمن رشدان، ده المدافع القادم من وادي دجله، طبعا المدافع اللي لعب في المنتخب الشباب ومتالق يعني، احمد داوود وابراهيم عبد الحكيم، ده واحد من المدافعين الكويسين اللي قدموا موسم كويس السنه اللي فاتت مع قطاع الناشئين فريق 2003، يبقى دول الثلاثه اللي هيبقوا في خط الدفاع. محمد وائل هو الباك رايت، مازن اسامه هو الباك ليفت. الاثنين اللي في النص مصطفى ابو الخير، مصطفى ابو الخير هو الارتكاز الدفاعي اللي بيعمل التغطيه قدام سته، ومصطفى وميدو نبيل هو الثمانيه، هو اللي بيكمل لقدام، هو اللي بيتحول كصانع العاب، يعني ميدو نبيل يعني الطريقه ممكن تتحول ل 3-3-3-1. الثلاثه اللي تحت راس الحربه ميدو نبيل هو صانع الالعاب رقم 22، واحمد اشرف الوينج اليمين، ده كان هداف الفرقه دي السنه اللي فاتت، اخو محمد اشرف الباك ليفت بتاع النادي الاهلي اللي تم اعارته لنادي زد، اخوه احمد اشرف بيلعب جناح يمين، هو كان هداف الفرقه وجايب 6 جوان السنه اللي فاتت، وميدو اسامه الجناح الشمال الناحيه الشمال اللي كان ليه احتفال شهير في لما سجل في نادي الزمالك مع والدته في ميت عقبه اخر مباراه في الدوري السنه اخر مباراه في الدوري يحسم بيها النادي الاهلي بطوله الدوري. ميدو اسامه من اللعيبه الممتازه اللي بتكمل لجوه برده، ودايما بيكمل جوه منطقه الجزاء، رجله على الجون حلوه وبيعمل اسيستات. اللعيب الجديد بقى بالنسبه لي النهارده هو راس الحربة عبد الرحمن شريف. ده اللي احنا عايزين نتفرج عليه النهارده ستايله عامل ازاي، لان انا ما شفتوش قبل كده بصراحه. طبعا المفاجاه ان عبد الرحمن شريف هو صاحب هدف فوز النادي الاهلي على بلديه المحله في افتتاح بطوله الدوري الجمهوري، هو اللي احرز هدف الفوز للنادي. هو ستايل المهاجم المحطه اللي هو مهاجم صندوق اكتر، وبداها بالتهديف اهو، وبداها بالتهديف فاحنا النهارده هنركز بقى معاه ان احنا بنتكلم بقى على كلامنا على محمد رأفت في ماتش 2005 لما سجل هاتريك وصنع هدفين. النهارده عبد الرحمن شريف ده مهاجم جديد اول مره يعني ما شفناهوش، احنا عارفين ميدو اسامه، عارفين ميدو نبيل، عارفين احمد اشرف، مصطفى ابو الخير وميدو نبيل في وسط الملعب، لكن عبد الرحمن شريف اللي هو رقم 19 اول مره هنتفرج عليه النهارده. تمام، كنا المباراه السابقه 2005 كنا اشدنا بطاقم التحكيم، كان معانا الكابتن ناصر عباس هنا واشاد بطاقم التحكيم، وقلنا ان شاء الله بشرى خير يعني في تفاؤل بالموسم الجديد واعداد للحكام الجدد. حكام اليوم الاهلي امام الجونه، حكم ساحه النهارده العنصر النسائي متواجد النهارده في ارض الملعب، حكم ساحه الكابتن نوره سمير دي من منطقه القاهره، مساعد اول الكابتن اسامه السيد، ومساعد ثاني الكابتن احمد زيدان، ده طاقم تحكيم لقاء اليوم الاهلي امام الجونه، بنتمنى ليهم ان شاء الله كل التوفيق. كابتن حشيش خط الظهر ابراهيم عبد الحكيم، احمد داوود، عبد الرحمن رشدان، البدايه النهارده بتاعتهم تكون ازاي، وابرز التعليمات اللي ممكن الكابتن محمد شرف يقولها النهارده للاعبين؟ طبعا زي اي بدايه لاي مساكين دايما في اي مباراه، اللعب طبعا الصريح والواضح في البدايه لغايه اكتساب الثقه، بيلعبوا 3 ورا فما فيش مجال طبعا الاخطاء، المسافات بتبقى يعني بعيده عن بعض شويه، فدايما لعب الصريح وما فيش بلغه الكوره فزلكه يعني، العب الصريح في الاول، خد الثقه، اكتسب النتيجة الكويسة، وبعد كده العب لعبك، لأن الأعباء بتبقى زيادة لما بيكون في 3 في خط الظهر. فزي ما بقول لازم يلعبوا اللعب الصريح والواضح، لازم يبقى في تركيز عالي جدا جدا عشان برضو أي أخطاء من نص الملعب زي ما بقول لك ما يبقى في صعب شوية في التغطية نتيجة ل3، لأن الكابتن شرف لما بيلعب ب4 في نص الملعب هو عايز يزود نص الملعب، ففي الحاجات المرتدة والسريعة لازم يبقى فيه تغطيات باينة وصريحة على بعض، لأنهم 3 بس في خط الظهر. اللي بيشوف طريقة 3 ورا كابتن حشيش يعني دي بتبقى يعني تدي أفضلية في نص الملعب ولا بتنقصك في نص الملعب؟
لا بالعكس، تدي افضليه في نص الملعب، لان الباكين بيبقوا في زياده في نص الملعب، في حريه في الانطلاق، في حريه في الانطلاق، ما يبقاش يعني بياخد مشاوير كبيره من اول ملعب لاخر ملعب، وحتى في الرد يعني ممكن يقابل من قدام، مبقاش في الرد المسافات بعيده، لانه مطمن ان في ثلاثه متوزعين على العرض بتاع نص الملعب قدام منطقه الجزاء بتاع النادي الاهلي. فزي ما بقول لك، هي دي بتدي عبء شويه على المدافعين، انما بتدي افضليه ليهم كمان، لان برضو المساك او الباك لما بيمسك الكوره بيلاقي اكتر من واحد في نص الملعب ان هو يقدر يسلم له الكوره، عشان كده بقول تسليم الكوره بسهوله في البدايات بدون فزلكة هي دي أهم حاجة في البداية. أقول لحضراتكم أيضا تشكيل الجونة اللي هواجه النادي الأهلي النهاردة في ملاعب الناشئين في مدينة نصر. تشكيل الجونة في حراسة المرمى مصطفى مجدي، خط الظهر أحمد نور الدين، زياد كامل، مروان محمد وزياد محمد سعيد، خط الوسط شريف مصطفى، أحمد حسنين وسامح عمر، الخط الأمامي علي عادل ومحمود جمعة كهربا ومصطفى محمد في خط الهجوم. ده تشكيل الجونة. دكتور أحمد ثابت، الثلاثي الأمامي ثلاثي مميز في النادي الأهلي، ميدو أسامة سبق ليه أنه لعب واتمرن مع الدرجة الأولى، أيضا أحمد أشرف شارك في مباراة ودية مع الدرجة الأولى، عبد الرحمن شريف النهارده يعني جديد على تشكيلة الأهلي لكن أجاد في المباراة السابقة. ميدو نبيل كمان، وميدو نبيل هو اللي هيكون يسمح الكابتن محمد شرفي بالتكملة الهجومية مع مصطفى أبو الخير، وشارك أيضا في مباريات رسمية مع الدرجة الأولى. شايف الرباعي بقى مش الثلاثي، الرباعي الأمامي النهارده ممكن البداية تكون بتاعتهم إزاي في بداية المباراة؟ طبعا البدايه مهمه جدا للرباعي الامامي، مهم جدا ان هم يعملوا ضغط عالي، بالذات عبد الرحمن شريف. عبد الرحمن شريف النهارده واحد من المهاجمين البدنيا اقوياء جدا، فانت بتمارس الضغط عليهم، ده مهم جدا دوره. كذلك ميدو اسامه، ميدو اسامه النهارده انت بتلعب ب 3 4 3، ف 3 4 3 دي يعني الظاهرين طايرين على طول لقدام، فانت صحيح. مهم جدا ان احمد اشرف وميدو اسامه اللي هم الجناحين يخشوا لجوه اكتر ويعملوا زياده عدديه جوه منطقه الجزاء مع عبد الرحمن شريف، ويعني يبقى ميدو اسامه واحمد اشرف جنب عبد الرحمن شريف. وعلى فكره ميدو اسامه مميز في الحته دي، ان هو دايما بيخش لجوه، بيقطع لجوه كليفت انسايد فورورد ويكمل جوه منطقه الجزاء ويقدر ان هو يسجل اهداف. وعلى فكره الدكه بتاعتهم برده دكه كويسه، يعني الدكه بتاعتهم محمد حمدي ميسي ده لاعب فريق اول ايام فتره موسيماني، محمد حمدي ميسي ده بديل احمد اشرف دلوقتي، بنتكلم على دكه البدلاء. يعني محمد حمدي ميسي ده برده بديل لاحمد اشرف، دكة كويسة. يوسف شريف، يوسف شريف ده برضو جناح يمين، جناح شمال، بيلعب ناحية الشمال مكان ميدو أسامة. ففي بديلين كويسين سواء محمد حمدي ميسي أو يوسف شريف. وفي أحمد طعيمة، أحمد طعيمة ده في وسط الملعب ارتكاز دفاعي جاي برضو، كان احترف فترة في اليونان، فلعيب كويس يعني يقدر يدي في الحتة ديت. برضو في عبد الجواد عبد الرحمن مساك كويس، يعني الدكة أنا شايف عناصر الطريقة دي كويسة. كمان يا أحمد مهم قوي إن مصطفى أبو الخير اللي هو ستة يبقى دايما مع صح. الديفنس قدام المساكين لازم، لان انت بتلعب ثلاثة ورا، فكمان ده مش يعني في بعض الاحيان الستة ممكن يكمل في ظروف معينة الهجمة، انما هنا اعتقد انه هيبقى واخد تعليمات ان يبقى واقف قدام الديفنس. يعني كابتن حشيش، في برضه عناصر غايبة مهمة مع الدرجة الاولى عن فريق 2003، ابرزه مصطفى مخلوف في حراسة المرمى، معتز محمد 2005 كان بيصعد ايضا مع 2003، محمد زعلوك برضو ايضا شارك مع 2003، رأفت خليل، يعني في عناصر، وكريم الدبيس برضو الباك ليفت بيغيب عن لقاء اليوم. النادي الاهلي برضو برغم الغيابات فريق 2003 فريق غني برضو باللاعبين الموجودين. بميزة محمد شرف، محمد شرف دايما ما اعتمدش على مجموعه بس او 11 اساسيين، بيعتمد على اكتر من لعيب في كل بوزيشن، على اساس ان برضه لما يجي التصعيد، لان الفرقه دي اساسها هي تصعيد للدرجه الاولى. الدرجه الاولى بتحتاج زي ما احنا شايفين دلوقتي اللاعبين، يعني ورايه الفتحه طبعا من ملعب المباراه والاستعداد طبعا لانطلاق المباراه. هنكون مع حضراتكم دلوقتي يعني بعد دقائق. طيب ملعب المباراه دلوقتي متاح يا شباب؟ طيب بشكر ضيوف الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، ونطير سريعا لملاعب الناشئين بمدينه نصر، ونروح لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام، ونكون مع حضراتكم بين شوطي اللقاء.